كان فاسدة. انا فاسده، انا يحكم عليا المخزن بفاسده، فاسده ما خديتش شي حقي. الفيديو اللي غادي نوريكم بعد قليل اخوتي المغاربه، انا بالنسبه ليا قنبله موقوته. خليجي كيجي عند مرا شيبانيه عندها 70 عام، وسيطه في الدعاره الله يستر، وكيجلس عندها في الدار وهي بالدره، وكينشر رجليه كيعيط لها حاجه راضيه. انا عايز بنتين حلوين وهعطيك 14 مليون وحيسكنوا معايا لمده شهر في فيلا وياكلوا ويشربوا وانبسط معاهم وقتي ووقدي وثري منهم، ومن بعد ردهم لك واروح عادي عادي الحاجه. واخا ولدي، واخا سيدي، واخا يلا دوز لي يا ولدي الفلوس، دوز لي الفلوس في الكونت. حليمه نجية يوجدوا راسكم، لبسوا الحويجات ديالكم، غتمشيو واحد الشهر. ما بقاوش هادو يعني بشر عندهم اخلاق مبادئ، ولاو طوموبيلات وما حديد غيديهم شهر وغادي يردهم. واش عندكم شي مبادئ؟ عندكم شي اخلاق؟ ولا بعتوهم؟ هاد الرساله هادي كنوجهها خصيصا للرجال الفاسدون اللي كيمشيو للصبا لمراكز التدليك وكيتكسلوا عريانين قدام العيالات. ما تنساش ان واحد النهار راه غتكسل قدام الغسال ديالك ماشي قدام المرأة. واش وجدتي شي حاجة؟ وجدتي اشنو غادي تقول لله سبحانه وتعالى؟ اكبر جريمة اخوتي المغاربة في تاريخ البشرية، وهي جريمة الاتجار في البشر، وخصوصا فاش كيتعلق الامر من التجريد ديالو من القيمة ديالو. كيف يعقل اخوتي المغاربه ان واحد السيده تبلغ من السن 70 سنه ومازال الضمير ديالها مصحى، ما بقى لها والو تقبل الله سبحانه وتعالى، وكتلقاها وسيطه في الدعاره اعز الله وقدركم قواده. ومن فوق هذا الشيء هذا كله الناس كيعيطوا لها الحجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. واش في خبركم اخوتي المغاربه بان واحد جوج ديال البنات خرجوا كيهضروا في منابر اعلاميه الضمير ديالهم صحى؟ انبهم الضمير ديالهم وخرجوا كيهضروا على الفساد والرذيلة اللي كانوا كيمارسوا سابقا، وماشي لخاطرهم كما كانوا كيقولوا تحت ضغوطات. واحد البنت ناحية خنيفرة ومدلت في ديك الناحية، وانا غادي نهضر لكم على ديك الناحية هذيك ونشرح لكم الفساد اللي كاين تما ومن بكري، هادشي هذا معروف. ونعطيكم اكزومبل بواحد المدينة سميتها بوميا. وعلاش سميتها بوميا؟ واحد السيدة في الدار البيضاء كتمارس مع الخارجيين. هاد البنات هادو بجوج الاختلاف اللي كاين بيناتهم في الفساد والرذيله اللي كانوا كيمارسوا، هو ان هاد البنت اللي من الناحيه ديال ميدلت كانت كتمارس مع المغاربه السياحه الداخليه، وهاد البنت هادي اللي في الدار البيضاء كتمارس السياحه الخارجيه مع الخليجيين بزواج المسيار، اللي غادي نشرح لكم بلاتي بعد قليل غنشرح لكم هاد زواج المسيار اللي هاد الناس هادو كيجيو للمغرب كيطبقوه وكيقولوا بانه هو حلال، ولكن لم يذكر في القرآن. أنا كنطبق داك الشيء اللي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. زواج المسيار حرام، ما مذكورش في القرآن. قبل ما ندخل في الموضوع أخوتي المغاربة بحال العادة غادي نفسر لكم ونشرح لكم القصة ديال ديك المدينة اللي سميتها بوميا ناحية خنيفرة، وحتى هي فيها أوكار ديال الدعارة وكاينين قوادات بزاف تما كعز الله وقدركم. علاش سماوها بوميا؟ بوميا بالشلحة، بوميا بالعربية صاحب المية، صاحب المية اللي عنده المية 100 دريال. واحد الخماس كان كيخمس عند واحد السيد تما كيحسد عنده ومسكنو عنده النيت في الدار، في العشيه كيعطيه 100 دريال كيخلصو، وكيعيط للبنت ديالو كتجي عنده البيت كيمارس معها الرذيله، وكيعطيها هذيك ال100 اللي عطاه النيت باها كيردها لها. داكشي باش سماوها بوميا، كيشد 100 دريال في العشيه وكيعطيها لبنت داك السيد اللي خدام عنده. قبل ما ندخل في الموضوع اخوتي المغاربه خصني نوريكم مقاطع ديال الفيديو ديال هاد جوج البنات هادو، علاش كنهضر باش تفهموا الموضوع وتفهموني علاش كنهضر، حيت انا ما كنخرجش نهضر عن عباد، كنحلش الكاميرا ديالي حيت رشقات ليا، غير رشقات ليا حليت الكاميرا وخرجت انا كنخاطب المغاربه الا وراني عارف علاش كنهضر، كنشد الانسان من فمو. سمعوا مزيان اشنو غيقولوا هاد جوج ديال البنات والمعاناه اللي كيعانيو مساكن، ومن بعد نواصل معكم الحديث ونشرح لكم بزاف ديال الامور اللي كتجهلوها. كتلعب لينا من الدم ديالنا. اش كديروا نتوما؟ كنفسدوا. انا فاسده، انا يحكم عليا المخزن بفاسده، فاسده ما خديتش شي حقي. شي نهار غتسمع هاد البنت راها صافي. انا عمرني نويت نكون عاشره.
ما عمرني انا اللي كنت كنحس بالبنات، البنات ديما عايشين في الضغوطات، البنات ضحيه. يا ربي انا غنعيط لله سبحانه وتعالى ياخذ لي الحق. شنو كيطرى للبنات تما؟ كيطرى كتعيش مسكينه البنت ديما في الضغوطات، ديما ديما ديما. شنو تديروا؟ شنو تيديروا تما؟ كيدير المستحيل باش انا البسطام يطلع. عرفتي انا ما طلعتيش البسطام كتسمي انا كشافره لحمك. انا ماشي طبت من الفازات، انا ربي اللي عالم ليا بيا. انا عائلتي ما كتتسواش الفضيحه ولكن فضحتها. انا عمري نويت نفضح عائلتي وفضحتها. فضحتها بالضغوطات اللي فيا. صافي انا يا صافي انا وصلت لواحد المرحله صافي ستوب. شحال من بنت تقريبا تتستغل في السيكتور في زايده؟ شحال من بزاف 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 بزاف. كون كان غير انا غندوي، كون كنت ويا المسؤولين ديال زايده كتحسوا بينا غتجيو عندنا وما يبقاش هاد الشيء. كون كنتو كتعطيو الحكم الا تشدت البنت ما تلقاوش هاد المشكل، ولكن نتوما كتمشي عندكم البنت تتخرجوا صافي تساره كتلعبوا بالتساره تسار. انا حاكمه على راسي دريت لها السعاد، انا ضيعت بنتي ضيعت والديا ضيعت كلشي. انا حتى عاد ما كنخبروش اللي كندير. مشاهدينا الكرام خليكم معنا باش نتعرفوا على هاد القصه الخطيره وعلى هاد القنبله من العيار الثقيل اللي غتفجر لنا هاد الشابه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو سميتك بنتي؟ فاطمه الزهراء. فاطمة الزهراء شاب آية من الجمال، ما بغاتش تبيع لحما، عطاها ربي هاد القناعة وهاد العفة بالرغم من أن أمها هي الوسيطة. عاودي لنا شنو واقع فاطمة الزهراء. دابا أختي فاطمة الزهراء، رفعي صوتك بنتي شوية. دابا أختي فاطمة الزهراء دابا شي شهرين، قبل من شهرين كانت كتجيب لي الرجال وصافي، وكنت كنقبل أنا حيت لا قلت لها لا ولا شي حاجة غتخرجنا للزنقة وغنبات في الزنقة. سعودية إمارات كل واحد عطاني سبعة المليون وواحد عطاني خمسة. خديتي هما الفلوس؟ لا زعما تتزوجي بيه عاد تاخذيهم فهمتي، ما كيكمل حتى شي حاجة. حتى تيجيب الخطبة وشحال من حاجة صافي ما كتكمل حتى شي حاجة صافي. وهاد الأخراني اللي جابت لي لا عمر شي واحد، لا 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 عمر شي واحد صافي حدهم الخطبة. كتجي شي حاجه ما كيبقى حتى شي حاجه، داك الشيء يعني ديال الله فهمتي، يعني حتى انا ما باغاش ديك الحاجه صافي. وكتجيب لي ما عندهاش مشكل واخا مشيتي تنعسي مع الرجال يعني عادي ما عندهاش مشكل. ونجيبي لها غير الفلوس. الفلوس صافي تخرجي تفسدي مع هذا وتفسدي مع هذاك ونجيبي لها زعما كيهمها الفلوس ما كيهمهاش شنو بنتها شنو غتعيش وكيفاش غتعيش مع هذا الراجل. ومي كيقول لها زعما غتمشي تعيش معايا لهي كتجي عادي زعما ما كتفكر ما والو زعما تمشي معاه. حتى وصلت لهاد الاخر هذا هاد الاخراني صافي فاش قلت لك المشكل داني على الطبيبه صافي. ويعني هذا شحال عنده من العام؟ هذا عنده 48 من غير مول 72. هذاك هو الاولاني هذا 72 الاول. هاد الاخر عنده 48 عام. ماشي شحال عندك؟ 19 عام. لا 19 لك كنت في شهر جوج. اييه صافي. وهاد الاخراني ملي وقع تبارك الله كبر منك شي 30 سنه. بحال هكا صافي. جابتو ريح ما ملي كتجيبهم كتعرف واحد المراه واش كيعرفوا هذا الشيء؟ هادو هو المهم، هاد المراوات هادو هما اللي كيجيبوا هاد الرجال. كيجيبوا من المغرب تيقلبوا لهم على الدريات. كيقلبوا لهم على الدريات الصغار. على القصيرات. هادو تيديروا كيمتهنوا القوى هذا، كيقلبوا على البنات اللي باقيين صغارات. شحال من بنت جابت عندكم الدار؟ راه بزاف يعني. كانت زعما بغات تزوج بنت خالتي، وهاد بنت خالتي هي كانت بغات تزوجها صافي. وشنو الزواج؟ راه ماشي زواج. غير زواج المتعه. ما كاين لا عقد لا والو. لا مسيار هذا هو المتعه. مسيار. شنو هو المسيار؟ زعما زواج المتعه تبقاي معاه شهر صافي وتمشي بحال هاتك لدارك. بحال كيفسد معاك. تيخلص لك. تيشبع منك صافي وتمشي بحال. كما سمعتم وكما شاهدتم وكما لاحظتم اخوتي المغاربه، هاد الشيء هذا يحز في القلب. غادي نبدا بديك البنت اللي كتضغط عليها الام ديالها وكدير زواج المسيار مع الخليجيين. إلا كان زواج المسيار كما كيقولوا هما حلالا طيبا، علاش ما يجلسوش في الدول ديالهم نيتو يديروا زواج المسيار مع بنات بلادهم؟ واش ما كاينينش البنات في السعودية؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. السؤال هذا اللي كنقلبوا له على جواب. واش نقرضوا البنات من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ومن الكويت ومن البحرين من دول الخليج؟ ما كاينينش البنات، البنات كاينين غير في المغرب، غير في المغرب اللي غنديروا هذا الزواج بوسيار نصيروا البنات. واش البنت ولات بحال الطونوبيل؟ كنجيو لاجونس كنكريوها وكنديوها شهر كنقضيو الوطر ديالنا منها وكنردوها لاجونس ومريضنا ما عنده باس وكنمشيو بحالتنا. ولا هي عندها اخلاق مبادئ انسانه خلقها الله، عندها رساله في الحياه، عندها حتى هي مبادئ وهي لحم ودم وبشر.
واش هي حديد؟ هي حديد غير كنستعملوها جوطابل بحال واحد البورتابل جوطابل كيدوز شهر طق كتسالى لابيس كتلوح في لابوبيل. راه الانسان عنده مبادئ واخلاق، واللي ما كيموتش على المبادئ ديالو الاخلاق ديالو وغير يمشي له حراسو في البحر يموت في البحر. ينعلبوا الفلوس، ينعلبوا الفلوس اللي انا نبيع المبادئ ديالي والاخلاق ديالي بالفلوس. كيف يعقل ان واحد البنت صغيره في السن وقاريه وعندها دبلومات وجميله وكتمارس الرذيلة مع واحد السيد دماغه خاوي موسخ في دماغه وموسخ في حالته بدون شعور بدون احساس على دراهم معدوده على الفلوس؟ ينعلبوا الفلوس، نمشي للباب ديال المارشي ونفرش وندير القصبور والمعدنوس والحموص وندير كريسيو بالاخلاق ديالي وبالمبادئ ديالي ونصور 30 درهم 40 درهم وكاينين محسنين غيدوزوا يشوفوني بخير وغيدوروا معايا وربي غادي يرزقني حلالا طيبا، ما يدخلني برد، ما نمرض، ما نتعرض لمشاكل لا مع الله لا مع العبد، ونمشي نقي عند الله سبحانه وتعالى ويجي شي ولد الناس ويقدر ينقذني من داك من داك من داك الفقر اللي انا عايشه فيه. واخا الفقر يعني راه ما كيشكلش بالنسبه ليا حاجز قدام الانسان، واخا كنقولوا كذا الفقر ان يكون كفرا، ولكن الفقر ليس بعيب، القناعه كنز لا يفنى. الناس اللي كيقولوا بان زواج المسيار راه حلال، عطيني شي آية في القرآن كتدل وكتبين أنه حلال. زواج المسيار ماشي بحال الزواج الحقيقي اللي شرع الله، باش كيكون طلاق المرأة كتدي الواجبات ديالها، أما زواج المسيار كيقضي الوتر ديالو وكيمشي بحالاته، ما كتدي منه حتى شي حاجة، ما كتسلو حتى شي حاجة، ماشي الزوج ديالها يعني شرعي، داك الشيء حلو الله سبحانه وتعالى. خير الكلام ما قل ودل، أظن أنني قلت ما فيه الكفاية. الله يهدي ما خلق، الله يهدي الجميع. كنتمنى ليلة سعيدة للجميع، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.